السلام عليكم ورحمة الله. على بركة الله. إذا التمرين رقم واحد الاشتقاق وتطبيقاته. أنصح التلاميذ كاملين اللي يلا غادي يتصرفوا مع هذا الفيديو أنها يشوفوا الفيديوهات اللي قبل، لأن صورت العديد والعديد من الفيديوهات في النهايات اللي غادي نحتاجهم دابا في قابلية الاشتقاق. قابلية الاشتقاق في نقطة أو لا في عدد، لا ديغيفابيليتي أون أن بوان، كنركزوا بالخصوص على النهايات. هاد الحصة ديال اليوم كاملة غنخدموها بالنهايات باش نبينوا أن واحد الدالة إف معرفة على واحد المجال اي قابلة للاشتقاق في واحد النقطة او لا في واحد العدد. دونك كنصحك انك ترجع تشوف الفيديوهات الاخرين اللي في النهايات راه ما يفوق 20 فيديو تقريبا، على الاقل 20 يلاه مصورين وكاينين وحدين اخرين قبل منهم باش تستافد مزيان منهم. على بركة الله التمرين الاول في سلسلة سيجما، التلاميذ اللي كيخدموا بسيجما هذا التمرين رقم واحد في سيجما. يعني دابا فاش غنبدا خدام في قابليه الاشتقاق والتطبيقات غتبقى تلقى كاتب هنا يا اما الرحاب يا اما ديما ديما يا اما سيجما والتمرين بالضبط ديالو في الكتاب اللي عندهم الكتوبه. وبالنسبه لي انا في الترتيب ديال اليوتيوب راه هو التمرين رقم واحد في هذه الفقره ديال قابليه الاشتقاق. مزيان باش نخدموا امثله اكثر. بون باش نهضروا على قابليه الاشتقاق خاصنا نديروا واحد لو غابيل دو كور، واحد التذكير ديال الدرس اولا، لان ديجا شايفينها في اولى بكالوريا. اشنو كتعني قابليه الاشتقاق؟ بعد اول حاجه غنخدموا بدوال كما كتشوف فيه دوال اف. اف معرفه على مجال اي مركزه ا دو سونتر ا مركزه ا. انا نشرح لك هادشي، هذا هو ان الداله اف مجموعه التعريف ديالها، مثلا تاخذها بحال هكا الكونسيبت هو واحد المجال اللي سمينا اي مركزه ا. معنى دونك هنا مجال مفتوح، طبعا على مجال مفتوح اي مركزه ا. نخلي لكم هذه هذه لان غنوظفوها دابا في التعريف. كيفاش كندرس قابليه الاشتقاق؟ كيفاش الى سولني على ادرس قابليه الاشتقاق اشنو خاصني ندير؟ اشنو خاصني نكون عارف لو كور؟ هادشي اللي نكتب دابا غتقادو في واحد الوريقه ولصق عاوتاني تعريف. راني كنحط دابا في تعريف، كنمشيو كنحسبوا لا ليميت الله اكبر النهايه، وكم ذكرت وكم ركزت على النهايات. تنقول لكم النهايات لا ليميت عندما يؤول اكس الى العدد ا، لهذا ا اللي كتسولني عليه. مثلا هنا جوج، هنا غنديروا اكس يؤول الى واحد، هنا غنديروا اكس يؤول الى واحد، اكس يؤول الى جوج، اكس يؤول الى صفر، اكس يؤول الى واحد. هذا المثال هذا راه جديد عليكم، خاصك تكون شايف القوى الجذريه اللي غادي نحطهم من بعد. النهايه عندما يؤول اكس الى ا، شوف شنو كنديروا مزيان الله يرضى عليك. كنكتبوا اف لي اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا، اف اكس ناقص اف ا على اكس ناقص ا. عاودها صافي، عاودها لراسك بوحديتك. اف لي اكس ناقص اف لي ا على اكس ناقص ا، لا ليميت عندما يؤول اكس الى ا. كنحسبوا هذا ليميت وشنو كنلقى؟ خاصها تعطيني واحد العدد ال. علاش كنقولوا ال؟ زعما ليميت عدد منتهي ينتمي الى المجموعه ار، غيعطيني عدد. بمعنى ملي غتحسب لي لا ليميت، ملي غتحسب لي هاد ليميت الى لقيتي عدد ال، مثلا لقيتي واحد ناقص واحد صفر جوج ثلاثه اربعه غادي، يعني واحد العدد ينتمي الى ار، كتقول لي اف قابله للاشتقاق، ديغيفابل ديغيفابل قابله للاشتقاق في العدد ولا في النقطه اكس صفر يساوي جوج. اف قابله للاشتقاق. وامتى ما غتكونش قابله للاشتقاق؟ لكن لا ينتمي الار. شنو اللي لا ينتمي الار؟ الى عطاتنا بلس لانفيني ولا موان لانفيني. الى خرجت لي بلس ولا موان لانفيني غير قابله للاشتقاق. الى خرج لي عدد قابله للاشتقاق غنحسب هنا هاد لي ليميت. القاعده اللي غنطبقها هي هذه بالنسبه لقابليه الاشتقاق في واحد العدد. ملي كنجيو على اليمين، ملي كنجول على اليمين راه نفس الشيء. يعني غير بحال دابا هنا عندي على اليمين على اليمين على اليمين، كتكون عندنا شي مرات الاسئله على اليمين وعلى اليسار. يعني ملي تمشيو تنحسبوا هنا لا ليميت عندما يؤول اكس الى ا على اليمين اكس اكبر من ا، اليمين كبر اكس اكبر من ا، عاوتاني اف لي اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا. ديما غنبقاو نحسبوا اف دو ا، واش غادي نلقاو؟ غنلقاو واحد العدد ال ينتمي الى ار. حنا خدامين على اليمين، انا غنسمي لك دابا ال دروات، عير باش نشرح لك ال دروات. هذا ال في الدروات في اليمن كيتسمى العدد المشتق، ها هو هنا هذا ال كيتسمى العدد المشتق. الا كنتي خدام على اليسار لا ليميت عندما يؤول اكس الى ا، اكس اصغر من ا
افري اكس ناقص اف دو ا على اكس ناقص ا واش عطيني واحد العدد ال غنسميوه حنا ال جي يعني ا غوش. هذه غير باش نشرح لك انا دابا حتى هو خاصو يكون ينتمي الى اف يعني ما خصنيش تجيني انا بلس لانفيني ولا موال انفيني. الا جات ماشي ما تجيش، الا جات بلس لانفيني ولا موال انفيني، بلس لانفيني ولا موال انفيني، اذا غير قابله للشقاق. الا جاتني بلس لانفيني غير قابله للشقاق، موال انفيني غير قابله للشقاق على اليسار، هنا غير قابله للشقاق على اليمين، هنا غير قابله للشقاق على اليمين، هنا غير قابله للاشتقاق. هذه هنا قابليه الاشتقاق، قابليه الاشتقاق على اليمين، قابليه الاشتقاق على اليسار. من بعد غنعاودو نزيدو نتعمقو باش تكون قابله للشقاق خاصها تكون قابله للاشتقاق على اليمين وعلى اليسار وتتساوي عدد، تساوي عدد يسمى بالعدد المشتق، تساوي عدد يسمى بالعدد المشتق. اجي نديرو دابا التطبيق ديالنا ونبداو في التمرين رقم واحد اللي غادي تبان لكم به الفكره بسيطه والفكره سهله. على بركه الله عندي انا اف دو اكس، لدينا نبداو حنا لدينا اف دو اكس تساوي 3 اكس ناقص 4. وشحال عطوني هما اكس 0 وشحال 2؟ اول حاجه غتبقى تحسب اف ل 2، اف ل 2 هي 3 في 2 عوض اكس ناقص 4، 3 في 2 هي 6 ناقص 4، 6 ناقص 4 هي 2، دونك اف 2 هي 2. كتجي كتبدا الحساب لا ليميت عندما يؤول اكس الى العدد 2 كنديروا اف ل اكس ناقص اف ل 2، هادشي علاش حسبت اف 2 هنا باش نحطها هنا على اكس ناقص 2 تساوي اف 2 اكس هي غنكتب بعدا الليميت عندما يؤول اكس الى العدد 2 اف 2 اكس هي 3 اكس ناقص 4 ناقص صورة 2 هي 2 راني وحسبتها على اكس ناقص 2 دونك تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى 2 3 اكس ناقص 6 على اكس ناقص 2. الا ما كنتيش كتعرف النهايه تحسبوا هنا مشيتي ما يمكنش دير قابليه الاشتقاق. ملي غنعوضوا بجوج حنا غنديروا هاد ليطاب هذه بالزرق غير باش نشرح، هي 3 في 2 ناقص 6 على 2 ناقص 2 شحال غادي تعطيني؟ هي 6 ناقص 6 على 2 ناقص 2 هي 0 على 0. الشكل غير محدد 0 على 0، وديجا شرحت الاشكال غير محدده وشرحت 0 على 0، رجع الفيديوهات الله يرضى عليك. دونك هنا خاصك تكون تعرف تخلص من لا فورم انديتيرميني، تعرف تحيد الشكل غير محدد. كيفاش كنحيد الشكل غير محدد؟ سهله، الى لقيتي صفر على صفر غدير التعميد، وباش غتعمل باكس ناقص 2 اكس يؤول الى 2 دونك غنعمل باكس ناقص 2. هذه هي التكنيك، غادي نجي لهنا غنختزل بها غندير التعميل وغادي نختزل لا ليميت عندما يؤول اكس الى العدد 2 عمل لي بجوج هنا 2 عامل او لا عمل بثلاثة 3 عامل 3 ملي عملتي بثلاثة ها هي 3 عملتي بها اش غيبقى حدا اكس ها هو اكس ناقص 6 ما تنساش 6 هي 3 في 2 وانت عملتي بثلاثة شحال غتبقى 2 على اكس ناقص 2 دونك غنشطب هنا على اكس موان 2 مع اكس موان 2 شحال غتبقى ليا هنا 3 3 ينتمي الى اف اذا اف قابلة اف اي دي غيفاب دي غيفاب قابلة للاشتقاق دي غيفاب قابلة للاشتقاق اف اي دي غيفاب في النقطة طبعا اكس 0 تساوي شحال عندنا حنايا اكس 0 هو 2 في اكس 0 تساوي 2 اذا اف قابله للاشتقاق في اكس 0 تساوي 2 كذا هو مثال. غندوزو للمثال الموالي وشوفوا الله يرضى عليكم راه غيبانوا بزاف ديال لي ليميت هنايا كاملين كاملين دابا ست الامثله كاملين بلي ليميت كاملين بلي ليميت لدينا غنبداو اول حاجه غنبداو ثاني في المثال رقم 2 لدينا اف دو اكس تساوي اكس مربع زائد 2. والله يرضي عليكم في التعاليق شكون التلاميذ اللي جا ماشي بسيط شكون التلاميذ اللي جا صعيب اشنو هما الملاحظات اللي عندكم واش غادي تكملوا التمارين فيما وصلتي ريكلام او ديكلام. دونك انا بغيت نحسب في النقطه واحد خاصني اول حاجه غنحتاج اف لي واحد اش غادي نحتاج اف واحد كنحسبها عوض اكس واحد مربع زائد 2 هي 1 زائد 2 اللي
لان واحد مربع واحد وواحد زائد جوج هي 3. دونك هنا من بعد ما حسبنا صوره واحد ولقينا هي 3 كنرجع للسطر وغادي نحسب دابا ليميت. لا ليميت عندما يؤول اكس الى اي عدد الى واحد اللي كاين هنا لاكس مربع او لا نكتبوا التعريف اف لاكس ناقص اف ديال الثاني واحد على اكس ناقص واحد كنقلب غير بهذا واحد. دونك غتعطيني النتيجه هي لا ليميت عندما يؤول اكس الى العدد واحد اف لي اكس كنعوضها بالتعبير يعني اكس مربع زائد 2 اف لي واحد راه هي 3 راه ديجا حسبتها تنحسبها باش نعوضها على اكس ناقص واحد تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى واحد ما حد ما باقي تنكتب في اكس راه كاينه ليميت كنكتب هاد ليميت ال اي ام اكس مربع ناقص واحد على اكس ناقص واحد. اللي ما كيعرفش هنا الحساب اولا اللي ما باقي ما ضبطش النهايات غيمشي غيعوض غتعطيك النتيجه هي واحد مربع ناقص واحد على واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد صفر واحد ناقص واحد صفر بشكل غير محدد خاصني التعميل اكس ناقص واحد ونختزل بها. دونك لا ليميت عندما يؤول اكس الى واحد اكس مربع ناقص واحد راه هي اكس ناقص واحد عامل لي اكس زائد واحد والكل مقسوم على اكس ناقص واحد. من هاد ليطاب لهاد ليطاب هنا شفت ان هادينا ايدونتيتي غماركابل 3 المتطابقه الهامه رقم 3 اكس مربع ناقص واحد هي اكس ناقص واحد عامل لي اكس زائد واحد نشطب على اكس موان زان مع اكس موان زان وغتبقى عندي النتيجه هي لا ليميت عندما يؤول اكس الى العدد واحد لي اكس زائد واحد. دابا باقى عندي اكس كسبت ليميت دابا غندير التعويض اكس غنعوضها بالعدد واحد واحد زائد واحد هو شحال؟ جوج وجوج ينتمي الى اف وإذا كانت جوج ينتمي الى اف فان اف دونك ديغيفال اف اي ديغيفال اف قابلة للاشتقاق ديغيفال ما زلت اكرر اف قابلة للاشتقاق في اكس صفر يساوي واحد هذا هو اكس زيرو يساوي واحد اف قابلة للاشتقاق في اكس صفر يساوي واحد. المثال رقم 3 عاطيني هنا على اليمين دونك خاصني ندير قابلية الاشتقاق على اليمين. ندوزو دابا المثال رقم 3 مازال عندنا بزاف ديال الأمثلة فين تقدروا تضبطوا هاد الأمور هادو تقدروا تضبطوها وتضبطوها مزيان وبزاف كاع يعني راه مازال غادي تكون تمارين أخرى إن شاء الله بإذن الله من سلسلات كاملين ومن كتاب من راسي يعني ما يبقى عندنا حتى مشكل إن شاء الله بإذن الله. ألوغ فالمثال رقم 3 اف دو اكس تساوي جذر مربع نكتبها لك الدالة هنا اف لي اكس تساوي جذر مربع اكس ناقص واحد. في الشروحات في كل مره غنبقى ندير ان غابيل دو كور يعني الدرس غادي نكون دايرو وسط من الشرح ديال التمارين بهذه الطريقه باش غادي نمشيو. دونك جذر مربع اكس ناقص واحد مزيان قال لي هنا ادرس قابليه الاشتقاق يعني لا ديغيفابيليتي في النقطه في اكس صفر يساوي واحد ولكن على اليمين على اليمين حنا خاصنا نكونوا ضابطين هذه القضيه ديال على اليمين ملي كنقول لك اكس يؤول الى واحد اكس صفر يساوي واحد على اليمين يعني غنخدموا باكس اكبر من واحد هذه هنا كتعني على اليمين يعني ا دغوات على اليمين هي ا دغوات دونك غادي نشوفوا ا دغوات وغنشوفوا ا غوش ا غوش كتكون اكس تؤول الى واحد ولكن اكس اصغر من واحد وراه ساهل باش تعقل عليهم على اليمين هي اكبر وعلى اليسار هي اصغر. كاينه كتابه اخرى راه شرحت لها في الفيديوهات اللي قبل فين ما تصادفنا مع شي حاله خدامين بها غادي نعاود ندير طرق بجوج باش ما يبقى عندكم حتى اشكال اولا الكتابات بجوج. دونك هنا ملي كنبغي نحسب قابليه الاشتقاق خاصني نكون عارف التعريف كما قلنا. الوغ هنا في هذه الحاله هذه غادي نحسبوا لا ليميت تمشي كنكتب ليميت عندما يؤول اكس الى واحد ولكن على اليمين على اليمين كنزيد اكس اكبر من واحد تحت من اكس يؤول الى واحد لي اف لي اكس ناقص اف لي واحد على اكس ناقص واحد. دونك هذا هو التعريف ديما اف اكس ناقص اف ا على اكس ناقص ا ا هو هذاك العدد اللي عطيني في هذيك النقطه اكس زيرو. دونك هنا ديما خاصني نكون انا سبقت الحساب وحسبت اف لي واحد لان هاي اف واحد غنحتاجوها اف واحد تساوي جذر مربع اكس ناقص واحد يعني واحد ناقص واحد هي جذر مربع صفر وهي صفر لان غنحتاجها دابا في لي كالكول. الوغ تساوي لا ليميت عندما يؤول اكس الى واحد مع اكس اكبر من واحد غنكتب اف لي اكس هي جذر مربع اكس ناقص واحد ناقص
اف لي واحد هي صفر، اف لي واحد ها هي هنا حسبتها هي زيرو على اكس ناقص واحد. دونك راه غتبقى هي لا ليميت عندما يؤول اكس الى العدد واحد مع اكس اكبر من واحد على اليمين، يعني خدام على اليمين، جذر مربع اكس ناقص واحد قسمه اكس ناقص واحد. مزيان، ملي كنوصل لهذه المرحله هذه ما خاصنيش نتشوكا. دونك ملي كنوصل لهنا الا ما كنتش ضابط الامور كاع، حنا ماشي 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 ضابط الامور، ولكن جيتي درتي التعويض نيشان، بمعنى راه التلميذ كيكون فاهم مزيان كيعرف غيلقى شكل غير محدد، يعني راه ضابط الخدمه ديال النهايات. هي جذر مربع واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد، الوغ غتعطيني واحد ناقص واحد، يعني جذر مربع صفر على صفر، وجذر مربع صفر على صفر راه هي صفر على صفر، وهذا شكل غير محدد. دونك بما ان الشكل غير محدد ما كيعنيش انها غير قابله للاشتقاق، ولكن خاصني نبين لان خاصني نحسب الليميت في الاخر شحال غتخرج، واش غتخرج عدد او غتخرج لا نهايه. صفر على صفر راه شكل غير محدد، اف اي يعني فورم انديتيرميني هي شكل غير محدد. دونك ملي كنوصل لهنا كنلقى شكل غير محدد، داكشي علاش نوصيك دائما تخدم في المسوده، يعني في الوساخ ديالك في البرويه. دونك ملي وصلنا للجذر مربع اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد، هنا خاصني نبدا نفكر اشنو غادي ندير باش نتخلص من هذا الشكل غير المحدد، كيفاش غادي ندير. دونك احسن طريقه هي انك كاين بزاف ديال الطرق، ولكن شوف شنو غادي ندير انا، غادي نشد جذر مربع اكس ناقص واحد، اكس يؤول الى واحد على اكس، عندما يؤول اكس الى واحد اكس اكبر من واحد، غنخلي جذر مربع اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد، انا درتها بين قوسين باش نوضح لكم اكثر. في ملي كتكون خدام بزاف كيبقاو يجيوك يعني عارف لي تكنيك، عارف المهارات، خاص التلميذ هنا يمشي يضرب جذر مربع اكس ناقص واحد على جذر مربع اكس ناقص واحد. ملي غضرب جذر مربع اكس ناقص واحد على جذر مربع اكس ناقص واحد، لاحظ شنو غيوقع، ملي غنضربوا الجذر في نفسه غادي يولي عندنا المربع، والمربع غيحيد لي اكس ناقص واحد، بمعنى غادي نوصل للشكل التالي. غتعطيني النتيجه هي لا ليميت. انت دابا راك يلا كتعلم، يعني ماشي مشكل ما تعرفش تخدمها ولا تعرف تخرجها، ولكن من هنا لقدام خاصك تخدم بزاف باش تعلم تخدم بحال هكا بنفس لي تكنيك. الجذر في نفسه غيولي هو جذر اكس ناقص واحد الكل اس اثنان. التلاميذ اللي ضابطين الامور ديالهم مزيان مباشره كيضرب الجذر في نفسه، كما كيقولوا المصريين في واحد كانوا كيضحكوا في واحد الترول، تيضرب الجذر في روحه تيطلع روحه، يعني الا ضربتيه في نفسه، الا ضربتي الجذر في روحه زعما هي نفسه، كيبقى هو هذاك الشيء اللي كاين داخل ديال الجذر مباشره، على اكس ناقص واحد عامل لجذر مربع اكس ناقص واحد، بحال ضربت في المرافق ديال هذا الجذر هذا. غنمشي غادي نكمل العمليه الحسابيه. دونك غتعطيني النتيجه هي لا ليميت، ومازال كنكتب في الليميت لان مازال عندي المتغير اكس، اكس يؤول الى واحد اكس اكبر من واحد لاكس ناقص واحد، ها هي بقات الفوق في البسط، على اكس ناقص واحد والكل في جذر مربع اكس ناقص واحد. لي ليميت راه تيبغيو شويه الخدمه وتيبغيو يكون عندك دي تكنيك وفاهم بزاف الامور. لا ليميت اونكوغ اون فوا اكس يؤول الى واحد اكس اكبر من واحد، يعني خدام ادغوات دي يعني على اليمين، اكس ناقص واحد غنشطب عليها مع اكس ناقص واحد، غنحط الكسر ديالي. دونك هنا شطبت على اكس ناقص واحد كتخلي في بلاصتها واحد، لان هنا عندك هادشي هذا في واحد، على جذر مربع اكس ناقص واحد. اون فوا كنختزل اكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد، تانيش من هذاك المشكل، ما تنساش راه كنا لقينا زيرو على زيرو، شكل غير محدد، ما عرفناش شنو عطاني في النتيجة. دونك هنا غندير دابا التعويض، ما بقيتش كنكتب الليميت لأنني غنبدا نعوض، واحد على جذر مربع واحد ناقص واحد، دونك تساوي واحد على جذر مربع صفر، وإلا لاحظتي راه تمشيتها في الحساب بشوية باش تتبع. جذر مربع صفر هي صفر، لأن عارف أنا هاد جذر مربع صفر خالقة مشكل عند التلاميذ، يمكن واحد تقدر تجي دابا باينة ولكن تلميذ آخر ما كيكونش عارفها. جذر مربع صفر هي صفر، ملي كنوصلوا لواحد على صفر، دابا هاد الشكل هذا راه ماشي شكل غير محدد، هذا راه محدد، أي عدد قلنا إلا قسمنا على صفر، أي عدد إلا قسمنا على صفر كيعطيني لا نهاية، غادي تقول لي واش بلوس أو لا موان، خاصني نعرف حتى الزيرو، واش صفر بلوس أو لا صفر موان، ما فيها باس نعاودو نذكرو أن الزيرو عندنا دائما كندير لكم بحال هكا، كاين جوج، يا إما زيرو بلوس، يا إما زيرو موان،
إذا كانت عندي واحد على صفر بلس يعني عدد موجب على صفر موجب كتعطيني بلس لانفيني، وإذا كانت عندي واحد على زيرو موان كتعطيني موان لانفيني. أنا خدام هنا على اليمين والعدد اللي حدا إكس موجب أو وحدة موجب وخدام على اليمين، إذا الصفر اللي غيكون عندي هنا هو زيرو بلس. نورمالمون كنديرو جدول الإشارة، ولكن إذا كانت واضحة بحال هنا ترجع لعد إكس. دابا هاد الزيرو بلس جاني من جذر مربع إكس ناقص واحد. دايوغ ديجا كنتشرت ليها في ليميت باش نعطيك كما كنقولوا لاصق، راه الزيرو اللي جاي من الجذر مربع غيكون موجب. الجذر مربع راه كيعطيني شي حاجه موجبه، اذا الصفر غيكون موجب. جذر مربع صفر هي زيرو بلس، واحد على زيرو بلس واش غتكون بلس ولا موان لانفيني؟ دونك هي بلس لانفيني. لقينا النتيجه بلس لانفيني. بلس لانفيني ماشي عدد، ما كاينش في اف، اذا اف غير قابله. إذا لاحظتي راه هنا فين تتشد الدرس دابا، غير قابلة للاشتقاق، ما كتبقاش الاشتقاق في إكس صفر يساوي شحال عندي إكس صفر، غير قابلة للاشتقاق نخليوها هنا على اليمين في إكس صيرو تساوي هي واحد، إكس صفر يساوي واحد. إذا في هذه الحالة رقم ثلاثة لقينا أن إف غير قابلة للاشتقاق في إكس صفر يساوي واحد على اليمين، على اليمين ما كتقبلش الاشتقاق. من بعد غير باش نوضح لكم الفكرة، شهادة قابلية الاشتقاق من بعد غنوليو نديرو بها التأويلات الهندسية، وهادشي راه عندنا في الامتحان الوطني. كل مثال درسنا فيه قابلية الاشتقاق غادي نديرو ليه تأويل هندسي. شنو هو التأويل الهندسي؟ في الإنشاء، في المنحنى، أشنو كيعني هادشي هذا في المنحنى؟ غادي ندير فيديو خاص بالتأويلات الهندسية وبالدرس، وفي التمارين غنبقى نجاوب على التأويلات الهندسية ونقول لك عقل عليهم، غنقول لك عقل على هذا لأنهم غيجاوب غير أسئلة، وأما فيديو آخر غيكونوا فيه مجموعين الحالات، بحال واحد الملخص غنعطي لكم باش تقدروا تكتبوا. دونك هنا قلنا أن إف غير قابلة للاشتقاق. ندوزوا للمثال رقم أربعة. ألوغ في المثال رقم أربعة بنفس الطريقة رقم أربعة غادي نشوف فيه واحد التكنيك ديجا كنت شرت ليها في واحد الفيديو قبل، ديجا خدامه في واحد الفيديو يمكن في النهايه ديال سيغما نيش ديال سلسله سيغما. عندنا اف دو اكس، غنمشيو بشويه حنا باش تفهموا داكشي مزيان. جذر مربع اكس زائد 2 زائد اكس، دونك هذه هي اف دو اكس. فوالا فوالا، هنا عندنا اف دو اكس. اول حاجه شوف معايا قابليه الاشتقاق لا ديريفابيليتي اون اكس 0 ايغال 2 و ا دغوات على اليمين في اكس صفر اكس زيرو تساوي جوج على اليمين. دونك اول حاجه خاصني نبدا بها هي نحسب هاد اف جوج، لان تنحتاجوها ديما، لان راه حتى ديما كنحسب اف اف هاد العدد اللي كاين هنا اف اثنان. جذر مربع اكس زائد جوج يعني جوج زائد جوج، عوضت اكس بالعدد اثنان زائد اثنان، دونك غتعطيني هي جذر مربع اربعه زائد اثنان. وجذر مربع 4 شنو هو الجذر ديالها؟ أولا بحال الجذر ديالها بحال الأصل، جذر 4 الجذر من جاية هي جوج زائد جوج، جوج زائد جوج هي 4، دونك اف 2 هي 4. ألوغ دابا غنديرو قابلية الاشتقاق، ها قابلية الاشتقاق، ها التعريف، كنكتبو لا ليميت عندما يؤول إكس إلى العدد 2 اللي كنخدم في الجوار ديالو بجواره، فوازيناج 2 بجوار جوج، إكس أكبر من 2. هاد اكبر يعني خدام على اليمين ادغوات، دي يعني ادغوات لي اف لي اكس شو التعبير ناقص اف لي 2 على اكس ناقص 2، هذا هو التعريف، هذا هو التعريف اللي كنخدموا به. دونك تساوي كنكتبوا لا ليميت عندما يؤول اكس الى 2 اكس اكبر من 2، ما حد ما باقي كنكتب في اكس نبقى نكتب في ليميت. دونك هنا غنبداو اف دو اكس، اف دو اكس هي جذر اكس زائد 2 جذر مربع اكس زائد 2 زائد اكس، كتبنا اف دو اكس، ندير ناقص اف ل 2 هي 4، ها اف ل 2 النتيجه هي 4 على اكس ناقص 2. دونك هنا حسبنا اف اف 2 قلنا هي 4 فوالا. الوغ ملي غنوصلوا لهنا غنديروا التعويض، التلميذ اللي كيخدم عادي غادي يمشي غيخدم التعويض، الا كنتي خدام بزاف غتلقى شكل غتعرف ان غتلقى شكل غير محدد. واخا تساوي التعويض ما كتبتش الليميت حيت بديت التعويض، كنقول لك التعويض ما تبقاش تكتب ليميت،
جذر مربع 2 في بلاصه اكس زائد 2 زائد 2 ناقص 4 على اكس هو شحال عندنا اكس هو 2 ناقص 2 تساوي جذر مربع 2 زائد 2 هادشي راه حسبناه راه ديجا كنكونوا حاسبينه هاي جذر مربع 2 زائد 2 زائد 2 هي شحال قلنا هي جذر 4 زائد 2 هي 2 زائد 2 هي 4 جذر مربع 2 زائد 2 زائد 2 هادشي كامل هو 4 يعني 4 ناقص 4 على 2 ناقص 2 واش عطيني 0 على 0 هاد 0 على 0 هو لا فورم انديتيرميني يعني الشكل غير المحدد انا الدور ديالي انني نحيد الشكل غير المحدد لان الحد ام وعاوتاني غنعاود نقولها الصفر على الصفر ما كتعنيش انها غير قابله للاشتقاق لا قابله للاشتقاق قابله الله اعلم قابله للاشتقاق او غير قابله للاشتقاق على حسب العدد اللي غيخرج العدد المشتق العدد الاخراني اللي غيخرج الا خرج عدد راه قابله للاشتقاق غنشوف دابا المشكل حنا عندنا ماشي في قابله للاشتقاق كيفاش غادي ندير كيفاش غادي ندير حتى نخرج من هذه النهايه دونك هنا فين تندخل في لي تكنيك هنا فين تندخل في المهارات يلا غادي تحسب لي دابا انت راسك خذ واحد الوقت احسب راسك هنا خاصك تطير ولا تنزل تجبد لي شحال ليميت كي بلس لانفيني ولا مو لانفيني ولا شي عدد المهم تجبد لي هاد ليميت هادي هنا راه علاش قلت لكم هنايا راه كان ديجا خدام في واحد الفيديو الوغ تساوي المرافق بحال هكا صعيب ياك غادي يجي كومبليكي بزاف دونك شوف شنو غندير لا ليميت عندما يؤول اكس الى 2 مع اكس اكبر من 2 غنخلي جذر مربع اكس زائد 2 زائد اكس المقام شنو كاين فيه المقام في اكس ناقص 2 ياك غنمشي انا غنكتب هاد الاكس هادي ها هي كتبتها ناقص 4 غنفرقها فرق لي 4 هي 2 زائد 2 ناقص 4 هي ناقص 2 ناقص 2 علاش درت هاد القضيه حيت عندنا اكس ناقص 2 وهنا اكس ناقص 2 وياك شي واحد يمشي يختزل راه عندك الزائد وناقص ما عنديش الحق في الاختزال غنفرق غنبارطاجي هاد المقام هذا غنبارطاجيه غنشاركو عليه يعني لا ليميت عندما يؤول اكس الى 2 اكس اكبر من 2 غنكتب انا دابا شوف معايا مزيان الله يرضى عليك باش نخلي غنكتب جذر اكس زائد 2 جذر مربع اكس زائد 2 وغادي نزيد عليه هاد ناقص 2 اللي كاينه هنا وغنقسمها على اكس ناقص 2 وغادي ندير زائد صافي كتبنا هذا ياك كتبناه وكتبنا هذا اشنو باقي في نظركم في البسط باقي اكس ناقص 2 ها هو اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 باش نسهل عليا الخدمه اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 راه تساوي 1 عدد على نفسه تعبير على نفسه هو 1 شي حاجه على شي حاجه نفسها نيت هي 1 والد على والد هي 1 مربع على مربع واحد كرة على كرة واحد اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 هي واحد وغيبقى لي هذا انا ساهل في الخدمة ديالو دابا غنجزقوا شوية الطابلو هذا لأنه باقي تابع للمرافق دابا من واخا دابا اللي فاهم واخا يمشي يعوض هنا راه غتخرج ليه ثاني صفر على صفر شكل غير محدد هذا هنا راه ضبطنا هذا تهنينا منه قلنا هو واحد دونك شنو غنكتب دابا هي لا ليميت غنخدم دابا على المرافق عندما يؤول اكس الى 2 اكس اكبر من 2 كاين اللي غيسولني غيقول لي باش تعرف امتى تدير المرافق كنشوف الا كان عندي اكس يؤول الى عدد صافي زيد عليه هذا الجذر مربع كنعرف راه مرافق دونك هنا جذر مربع وهنا العدد طبعا جذر مربع اكس زائد 2 ناقص 2 على اكس ناقص 2 بغيت نضرب في المرافق في هالمرافق المرافق ديال هذا التعبير اللي كاين هنا تيكون في البسط وفي المقام جذر مربع اكس زائد 2 زائد 2 هذا هو المرافق تتفلع لو كونجيغي 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 لموا كتولي بلوس وفي البسط والمقام جذر مربع اكس زائد 2 زائد 2 وحبذا لو انكم ديرهم بين قوسين صافي تخليو هادشي بين قوسين باش ما تخطئوش من الاحسن دابا الا شدينا واحد العدد ضربناه في المرافق ديالو كنحصلوا على متطابقه هامه متطابقه الهامه رقم 3 ليميت كون اكس تونفير 2 اكس اكبر من 2 كيفاش كنكتب المتطابقه الهامه كنجي لعب الجذر المربع الاول اكس زائد 2 وكندير فوق منه المربع ناقص 2 وكندير فوق منه المربع على اكس ناقص 2 عامل لجذر مربع اكس زائد 2 زائد 2 وقلت لكم هذيك المره في المرافق كتولي عندنا زائد
كنتهناو من هذاك المشكل ديال الزيرو وعقل على اكس ناقص 2 راه غتختزل هاد اكس ناقص 2 في اخر المطاف غتمشي هذيك اللي كتكون دايره المشكل ديما كنحيدوها نسيت هنايا زائد 1 هنا كذلك زائد 1 حيت ها هو راه نسيت ما كتبتوش 1 1 دونك شنو غتعطيني النتيجه النهايه عندما يؤول اكس الى 2 اكس اكبر من 2 ما كنساش هذه ديال اكبر زعما راني في اليمين على اليمين المربع غيحيد لي الجذر مربع وغتبقى هي اكس زائد 2 ناقص 2 مربع غتعطيني 4 على اكس ناقص 2 ها هي عامل لجذر مربع اكس زائد 2 زائد 2 عقل على هذه مازال كنعاود نقول لك غادي نختزلوا بها غنحيدوها عاد باش زائد 1 اللي جاني من هنا لي بارطاجيت في الاول هذاك المقام باش نطيح في هذا الواحد هذا دونك تساوي النهايه عندما يؤول اكس الى 2 اكس اكبر من 2 اكس ناقص 2 عندي 2 ناقص 4 هي ناقص 2 على اكس ناقص 2 عامل لجذر مربع اكس زائد 2 زائد 2 في هذا القوس زائد 1 نشطب دابا على اكس ناقص 2 مع اكس ناقص 2 اي فوالا هاني مشيت مزيان دونك النهايه عندما يؤول اكس الى 2 اكس اكبر من 2 شي انفو تشطب عليهم بجوج عرف راسك راه حيدتي الشكل غير المحدد غير تختزل مشى الشكل غير المحدد واحد على جذر مربع اكس زائد 2 زائد 2 زائد 1 والتعويض ما غنلقاو حتى مشكل دابا غتولي عندي واحد انا ما كتبتش ليميت بديت كنعوض جذر مربع اكس هو 2 زائد 2 زائد 2 وغتعطيني النتيجه هي 1 على هذه راه هي اللي حسبنا في الاول جذر 2 زائد 2 هي جذر 4 الجذر ديال 4 هو 2 2 اللي زدنا عليها 2 غتعطيني 4 اذا ليميت في هذا في هذه النهايه خرجت لينا هي باقي عندي زائد 1 نسيت هذا واحد هذا دونك لقينا هذا الشيء زائد 1 الوغ غيكون عندي هنا زائد 1 صافي دونك غتبقى لي النتيجه هي 1 على 4 زائد 1 بتوحيد المقام غنشد واحد غنضربها في 4 هي 4 وغنزيد عليها 1 1 زائد 1 في 4 هي 4 دونك غتجي النتيجه 5 على 4 لقينا 5 على 4 و5 على 4 ينتمي الى اخ لقيتي عدد ملي لقيتي العدد اذا تبقى انك تكتب هذيك الجمله ديال لا ريداكسيون يعني ان اف قابله للاشتقاق اف قابله للاشتقاق فين قابله للاشتقاق على يمين قابله للاشتقاق على اليمين على يمين x0 يساوي 2 الوغ بقى لينا دابا المثال الاخير هو المثال رقم 5 الله يرضى عليكم حاولوا انكم تخدموه الى وصلتي لهنا مزيان برافو كونتيني دونك غنبدا في المثال رقم 5 وغادي نشوف واش f قابله للاشتقاق على اليمين في x0 يساوي 0 هنا للاشاره فقط لان كاين اللي عنده السلسله غير باش ما يتلفش غادي يبقى هنا f قابلة ككتابة هي صحيحة للاشتقاق على اليمين في 2 بجوج الكتابات صحاح قابلة للاشتقاق على اليمين في 2 وانا رجعت دابا كريفيجي باش نكمل في ليزيكزومبل لقيت ان المثال رقم 4 عندهم هما هنا دايرين اكس ناقص 2 سمعت انا خدمت باكس زائد 2 لانهما في التمرين غادي تلقاو غير قابله للاشتقاق لان غتخرج عندهم هما لا نهايه لان المثال مقلوبه هنا زائد مقلوبه ناقص ولكن استقاد المثال هذا زوين لان فيه بزاف ديال لي تكنيك دونك غندوزو دابا المثال رقم 5 المثال رقم 5 كنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليه كيف ما قلت لكم ولو انك دير غير محاوله يعني ماشي عيب انك تخطا ولكن غادي تضبط الامور ديالك ملي غادي تمشي شوف الحل دابا f دو اكس هي اكس زائد جذر مربع اكس ناقص 1 دونك حنا ديما عارفين التعريف كنبداو بحال هكا التعريف خاصني نكتب هي النهايه عندما يؤول اكس كنرجع كنشوف العدد اللي طالبين مني هو صفر اكس يؤول الى صفر وكندير اكبر من صفر
يعني على اليمين. وحتى في الكتاب راهم مديرين اكس يؤول الى 0 بلس اكس اكبر من صفر، يعني صفر موجب. يا اما تنكتبوا هادو بجوج يا اما كنديروا بحال هكا هذه اللي درت بالاحمر. واخا حنا باش نخالفوا شويه دابا الكتابه بما اننا منقولوا حنا خدامين اكبر، غنديروا اكس يؤول الى 0 بلس. هذه راه نفس الكتابه، يعني على اليمين صفر بلس صفر موجب او لا صفر زائد او لا صفر بقيم اكبر، هادو كاملين يعني راه على اليمين. لي اف لي اكس كنديروا اف دو اكس ناقص اف ديال هاد اف هادي ديال هاد الزيرو اللي كاين هنا، وكنديروا تحت منها اكس ناقص زيرو. فوالا دونك شنحتاجوا ديما اف دو زيرو. انا غنحسب هنا اف لي زيرو تساوي غنرجع للداله اف، كنعوض هنا اف دو زيرو اكس غتولي هي زيرو زائد جذر مربع زيرو موان زان. دونك هنا زيرو مشى مع زيرو وغتبقى عندي ناقص واحد. الوغ غنرجع غادي نكتب هنا تساوي تساوي النهايه عندما يؤول اكس الى صفر بلس اف دو اكس غنعوضها اكس زائد جذر مربع اكس ناقص واحد. كاينه هنا ناقص، ها هي تبدا بناقص هي الاولى، اف زيرو هي ناقص واحد على اكس، اكس ناقص صفر هي اكس. دونك غتعطيني النتيجه هي لا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بلس بلس يعني على اليمين اكس زائد جذر مربع اكس ناقص واحد، ناقص مع ناقص هنا هي زائد واحد، والكل مقسوم على اكس. دونك هنا غنسامبليفي موان زان مع بلس ان شطبت عليه بجوج، غتبقى لا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر بلس لاكس زائد جذر مربع اكس على اكس. كنمشي للوثائق ديالي وكنعوض تساوي نحيد ليميت ونبدا التعويض، هي صفر زائد جذر مربع صفر على صفر، راه عوضت اكس صفر دابا وغتجيني النتيجه هي صفر على صفر. هنا لقينا فورم انديتيرميني. دونك هنا خاصني نبدا نطرح تساؤلات على راسي، كيفاش غندير حتى نحيد هاد لا فورم انديتيرميني زيرو على زيرو؟ ديما خاصني نكون عارف لي تكنيك. دونك هنا الله يرضى عليكم ما عمرك تعمل ليا بجوار صفر بلس، ما تعملتش. دونك هنا شنو غادي ندير؟ غنفرق عاوتاني هذيك القضيه اللي درت قبيله، اكس يؤول الى صفر بلس، غنبارطاجي المقام مع هادو بجوج، يعني اكس غندير على اكس وغندير زائد اللي بيناتهم جذر مربع اكس حتى هو على اكس، اكس على اكس يلا قلنا قبيله شي حاجه على نفسها هي واحد. دونك غنكتب ليميت عندما يؤول اكس الى زيرو بلس لواحد زائد واحد على جذر مربع اكس. اجي نشرح لك دابا هنا، هذه هنايا هذا التعبير هذا اللي كاين هنا عطاني هذا الشيء اللي كاين هنا، منين جا؟ لان على الشكل التالي، تعلم لهذه مزيان لان غنبقاو نحتاجوها. فاش يكون عندنا جذر مربع اكس على اكس، غتعاود بزاف ديال المرات، هي جذر مربع اكس اكس، غنقول لك فكك ليا اكس بالضرب، مثلا اللي قلت لكم عطوني جوج بشي حاجه بشي حاجه، دونك الاغلبيه ديال التلامذ كيقولوا لي هي جوج في واحد، تيبقاو يشوفوا فيا، كنقول لهم زيد اعطيني جوج على شكل جوج في شي حاجه، تيقول لي واحد في جوج، كيقلبوا. تنسجيو كنقول لي انا راه جوج هي جذر مربع اثنان في جذر مربع اثنان، ضرب الجذر في نفسه غادي يبقى هذاك العدد نفسه، صافي جذر مربع اثنان في جذر مربع اثنان غيبقى داك الشيء اللي في الداخل هو جوج، يعني حتى دابا اكس راه هو جذر مربع اكس في جذر مربع اكس. دونك غنجي غندير هنا اكس هي جذر مربع اكس في جذر مربع اكس، غنشطبوا على جذر اكس مع جذر مربع اكس تساوي، شطبنا على هذا كامل ما يمكنش يبقى الفوق خاوي، هي واحد على جذر مربع اكس، هي اللي درت هنايا جذر اكس على اكس تساوي واحد على جذر مربع اكس. دابا راه سالينا الليميت غتولي سهله دابا. دونك هنا غادي تلقى النهايه تساوي، غنبداو بالتعويض، واحد زائد واحد على جذر مربع صفر، عوضنا اكس بصفر، دونك غتعطيني هي واحد زائد واحد على صفر، جذر مربع صفر هو زيرو بلس، صافي؟ دونك هي دابا النتيجة غتخرج هي بلس لانفيني. أجي نوريك ثاني علاش بلس لانفيني، بكل بساطة بكل بساطة لأنها هو مازال مكتوب هنا، واحد على زيرو بلس، إلا شدينا واحد قسمناه على صفر هي بلس لانفيني، دونك واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني، و بلس هذا هنا هو بلس لانفيني، وشديتي بلس لانفيني زدت عليها واحد. واحد زائد بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هنا في هذه الحالة هذه اف غير قابلة
للاشتقاق على اليسار او على اليمين في شحال عندي العدد هنا في صفر صافي او لا غير قابله للاشتقاق على يمين اكس 0 يساوي 0 كيبقى لنا دابا المثال الاخير هو اف دو اكس تساوي جذر مربع اكس نعاود دابا لان هذا هو اللي ما نخدمش هذا المثال انا نقولك علاش جذر مربع اكس الرتبه 3 دونك هذا عنده علاقه باش بالقوى الجذريه وهذا غادي من بعد غنخدم النهايات في القوى الجذريه بحدهم ملي كتبت التمرين قلت فرصه فين نقولها للتلاميذ وصافي القوى الجذريه غنخدموه في الدرس بوحديته لان هذا الشيء هذا مازال ما كتعرفوش نتوما مازال ما شفتوش ولكن راه ساهل وزوين في الخدمه ديالو حلو دونك غتزيدوا شي حاجه في الجذور المربعه غتعلموها الوغ نتلاقاو ان شاء الله دابا في التمرين رقم 2 في قابليه الاشتقاق ونشوفوا تمرين اخر كنتمنى انكم تكونوا حاضرين باش تستافدوا منه اعانكم الله الاستاذ وليد المتوكل شكرا